أردوغان بين شويغو ولافروف. إدلب تحترق على وقع القصف التركي والسوري. العالم على حافة الحرب. أردوغان يهدد ويطالب أعضاء الناتو بالالتزام بمواثيق الحلف الأقوى عالمياً. ما صمت عنه أردوغان من تهديدات دبلوماسية ألقي على لسان رئيس الحزب القومي التركي. الأمريكان سوف يدعمونه بمنظومة الدفاع الجوي باتريوت، لكن القيصر الروسي يراقب في صمت تحركات واستعراضات الرئيس التركي. يدرك بوتين أن تصريحات أردوغان جوفاء للاستهلاك المحلي. فرقاطتان روسيتان مزودتان بصواريخ كاليبر توجهتا صوب البحر الأبيض المتوسط. باتت تمركزات القوات التركية كلها في مرمى البحرية الروسية، ما إن دعي أردوغان إلى بساط الكريملين حتى سارع مصحوبا بوزيري خارجيته ودفاعه ورئيس مخابراته، بعدما لم يجد من حلفائه في الناتو من يشاركه مواجهة بوتين، لا أوروبيا ولا أمريكيا. وفد رفيع المستوى بلا شك. قرر الكريملين أن يضعهم أسفل تمثال إمبراطورية روسيا القيصرية يكاترينا الثانية، التي ألحقت قواتها بالأتراك 11 هزيمة، منها معارك القرم التي انتهت بضم شبه الجزيرة إلى الإمبراطورية الروسية في عام 1877-1878. الرسالة واضحة، من لم ترقه دبلوماسية وزير الخارجية لافروف عليه أن يحتمل ما سيفعله به وزير دفاعنا شويغو. صور أردوغان الذي وقف ممتعدا في انتظار القيصر عند بابه لدقائق في انتظار الإذن باللقاء، وسربت مقاطع الفيديو لتقدم للشرق الأوسط وللعالم الحجم الحقيقي لسلطان العثمانيين. طلب أردوغان لقاءً منفرداً لثلاث ساعات مع بوتين قبل أن يلحق بهما الوفدان. لم يسفر اللقاء عن جديد، قرار بإيقاف إطلاق النار والتزام بإخراج جل الجماعات المتطرفة التي يعول عليها أردوغان في تحقيق أجندته، وعلى رأسها جبهة تحرير الشام ذراع القاعدة التي حملت من قبل اسم جبهة النصرة. بعد عودته قرر أردوغان معاقبة الأوروبيين، فأطلق صوبهم ملايين اللاجئين، قال إنهم سوريون. عند حدود اليونان وقف اللاجئون الذين لا يمثل السوريون بينهم أكثر من 20%، بينما يشكل 80% منهم مقاتلو الجماعات الإرهابية العائدون، والذين سبق لأردوغان السماح لهم بالمرور إلى مناطق النزاع. لحظات صمت طويل تخيم على المسرح التركي في انتظار عرض جديد للسلطان.